استاذ عمرو من القاهره اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم، انا سامح عبد الهادي، اتفضل. انا استاذ سامح، انا من منبر حضرتك المحترم انا بناشد وزير الزراعه. انا راجل مصري، مواطن مصري، بحب البلد دي. كل المطلوب ان انا عملت اختراع جديد وفريد من نوعه، هو عباره عن مبيد حشري طبيعي بدون اي مواد كيماويه، بيقضي على جميع الحشرات الزراعيه من اول النيماتودا لحد سوسه النخيل، وبيقضي على جميع الحشرات البيطريه بدون اي اضرار، حتى لو تم بلعه بدون اي اضرار على الانسان او الحيوان او النبات بدون اي اضرار، لانه هو مصنوع من الخضار والفاكهه. وسجلت الاختراع في اكاديميه البحث العلمي، وانا بناشد وزير الزراعه ان يتبنى الموضوع بحيث ان احنا ننهض بالزراعه المصريه. حضرتك لان حضرتك عارف ان جميع المبيدات المستخدمه تقريبا كلها مغشوشه وكلها لا انا ما اقدرش اقول كلها مغشوشه، بس المبيد هو مبيد فيه نسبه سميه، في سم، فمش كانت مغشوش او مش مغشوش، لان في رقابه صارمه من الدوله على سوق المبيدات. اللي انا عايز اعرفه هو حضرتك خريج ايه؟ حصل على مؤهل ايه؟ انا راجل معايا بكالوريوس تجاره، والاختراع دون انا شغال عليه بقالي اكثر من 7-8 سنين، والحمد لله ربنا وفقني في النتائج المعمليه. لما يكون في اختبار يعني اختراع زي ده، المفروض انا بطبق فيه البحث العلمي، والمفروض ان في جهه بتشرف عليا. يعني يا استاذ سامح سجلته في اكاديميه البحث العلمي، وانا دلوقتي عايز اعمل مصنع عشان انتج، او وزاره الزراعه تتبنى الموضوع. تبني الموضوع بيكون من خلال خطوات علميه. يعني انت عندك في وزاره الزراعه لجنه مبيدات الافات الزراعيه. رحت لهم يا فندم. النقطه الثانيه برضو هديك الفرصه تتكلم، علشان انت بتتكلم في موضوع خطير جدا. قلت لي ده علاج لجميع الحشرات، وذكرت النيماتودا وي وي وي. وبعدين قلت لي حتى نعم اتفضل يا استاذ سامح، حتى لما اجي انا دلوقتي هستخدمه في الحاجات البيطريه، يعني ده محتاج طب بيطري، يعني محتاج برضو ان حضرتك تقدم اوراقك للهيئه العامه للخدمات البيطريه، لاحدى الكليات البيطريه. انما علشان وزاره الزراعه تتبنى الموضوع ده، في جهات اخرى لازم تجيزه وزاره الزراعه علشان تتبناه. وعلشان انت عايز تعمل مصنع، انت مش هتاخد الترخيص غير من وزاره الصناعه، بعد موافقات الطب البيطري، بعد موافقات لجنه مبيدات الافات الزراعيه، ففي اجراءات كتيره. سيبني اعرض الموضوع، وانت رسالتك واضحه، ونشوف ايه الخطوات اللي انت ممكن تاخدها، لعل وعسى يكون ده خير وامل لينا كلنا، ان احنا يبقى عندنا غذاء اورجانيك، يبقى عندنا حيوانات ما بتاخدش ادويه بيطريه. فده موضوع لسه تحت الدراسه، هتابع معاك واشوف ممكن نساعدك ازاي. استاذ سامح انا حضرتك قلت لي انا هدي لحضرتك الفرصه تتكلم، انا سمعت حضرتك. اتفضل. انا بالفعل رحت وزاره الزراعه، قالوا لي احنا جهه تسجيل مبيدات فقط لا غير. يا جماعه طب تبنوا الموضوع، انا راجل ليا ان انا اصنع لكم، وانتوا نزلوا المنتج باسم وزاره الزراعه عشان الفلاح الغلبان. انا امبارح كنت بتفرج على الدكتور حامد، لقيت كتار من المزارعين بيشتكي من المنه، وبيشتكي من النيماتودا، وبيشتكي من سوسه الطماطم، كل دي حشرات انا منتجي بيجيبها، يعني انا الاختراع بتاعي او الابتكار بتاعي بيجيبها، وبدون اي اضرار، بدون اي اضرار على الانسان. حضرتك راجل متعلم وراجل مخترع، يعني عبقري، تمام؟ اكيد تعرف اكتر مني ان كل ده ليه خطوات بحثيه، ولازم يمر بمراحل كتيره جدا علشان يتم اجازته. ده مش في مصر بس، ده على مستوى العالم. انت بتتكلم بحاجه مرتبطه ارتباط مباشر بصحه الانسان، بتجيب نتائج. يبقى انت لازم تاخد خطواتك مع الجامعات المصريه، مع الجهات العلميه المختلفه، علشان تبتدي تفعله. انما انت لازم تطرق الباب السليم. انا هتابع واشوف ممكن نساعدك ازاي، وربنا يوفقك ان شاء الله. اتمنى من ربنا يا استاذ سامح يمكن يكون بدايه خير ان شاء الله للنهوض بالزراعه المصريه، وحضرتك تكون سبب ان المنتج ده. انا مش عايز ادي لحد الاختراع، انا شركات كتير جدا عرضت عليا، بس انا كل ما هناك انا عايز ادي الاختراع لوزاره الزراعه هي اللي تتبناه، مش عايز يبقى في تلاعب، لان هو ارخص من المبيدات الكيماويه السامه. بشكرك يا استاذ عمرو، بشكرك ورسالتك وصلت. بشكر حضرتك استاذ عمرو من القاهره، وده محتاج خطوات كتيرة جدا علمية وبحثية وتطبيقية وتجريبية. احنا جماعة لما بنيجي مثلا، يعني ده مثال، مركز البحوث الزراعية في معاهد مختلفة بتشتغل، وشغلها الشغل على استنباط سلالات وأصناف جديدة. مفيش صنف يخرج للنور إلا ما بيمر بمراحل بحثية وتجريبية وتطبيقية كثيرة جدا عشان يتم طرحه وعشان نشتغل عليه.
فالنهارده انت لما تيجي تتكلم على شيء معين تقول انا معايا اختراع، يبقى لازم يكون في خطوات علميه علشان اقدر اطبقه عندي على محصول زراعيه، على ماشيه. فده كل ده لازم يتم الاول.